قصيدتنا الشعريه بقصيدتين شعريتين. القصيده الاولى يلقيها الاستاذ الشاعر امين عام منتدى الفنانين والادباء اليمنيين مجيب الرحمن غريب. نريد يتخلص الإنسان من حقده، الوضع من كل جانب بالخطر محفوف، لجل التراحم يسوي كل من جهده واجب عليه، ليس منه فضل أو معروف. يا وحدويين ما يهدف النجدة، ونص سبتمبر الثورة فدو مخطو، والشعب مسكين يمسي خاوي المعدة، الهم والغم من حول العنق مدفو، وعبد إيران يظل نخبك وجلده، ياكل حبوبك ويرمي زهرك المقطوع. ما كانت حلما يراود أبناء اليمن في جنوب البلاد وشماله، وهو ما عبر عنه الشعراء والأدباء والكتاب من جنوب الوطن، وعلى رأسهم الشاعر والأديب الكبير علي أحمد باكثير الذي ناشد دولة الجنوب وحثها إلى الوحدة اليمنية في العام 1967 قائلا: يا دولة الجنوب عيشي مع اليمن في داره الشرف، والوحدة الثمن والسؤدد الهدف، لواءك الجديد يمن على العرب، فاليمن السعيد ميلاده اقترب. وحدك للشعب دوما توجت، وبدت فخرا بتاج الذهبي، ثم لما حوصرت في عدن وضعت عمدانها في معربي، وقفت كالعرش عزما وعيدا، وتعالت فوقهام الشحبي. وحدة عظمى فما أجملها في عيون الوطن المنتصب، تتدلى الآن في أعيننا في مرايا ليلنا كالشهب، وتصلي فرضها في دمنا بخشوع بالغ مثل ندي. تتدلى الآن في أعيننا في مرايا ليلنا كالشهب، وتصلي فرضها في دمنا بخشوع بالغ مثل نبي. قدر الله ستبقى قوة، سوف نحميها بكل الحقد. قدر الله ستبقى قوة، سوف نحميها بكل الحقب. هذه الوحدة إنا أهلها، ونوادي حلمها المغترب، هي ملح الدمع في أعيننا وهوانا الهائج المضطرب، هي ملح الدمع في أعيننا وهوانا الهائج المضطرب. وطن سقناه من لهفتنا ذات آهات حنين متعب، وإلى عينيه جئنا سحبا ممطرا في كل قفر مبدا. هنا يطغى الجمال على الجمال، ويستعصي الجواب على السؤال. هنا تتزاحم الكلمات عندي، وتحتشد المعاني في خيالي. هنا يتوقف التاريخ يحكي حكاية ثلث قرن من الجلال. هنا مايو وما أدراك ما هو، هنا المجد المحلق في الأعالي، تعانق صبحه الدنيا ابتهاجاً، وتأنس في لياليه الليالي، بذكر الوحدة الغراء نشتو، بألحان التقارب والوصال،
نبارك للقيادة عيد مايو، ونمنح جيشنا درع النضال، وللوطن الحبيب اليوم نهدي سلاما للجنوب وللشمال. واحد من شحلة صعده، الشعب واحد من شحلة صعده، ومن سقطرى لا سواحل ميدي، ومن يعاديها وقفنا ضده 22 مايو عيدي. يقول يا عيد ميلاد اليمن للتحادي، يا مرحبا مليار يا عيد الاعياد، في يوم لمينا شتات البلاد واصبح يمن واحد تواريخهم جاد. في يوم لمينا شتات البلاد واصبح يمن واحد تواريخ وامجاد، مايو سيبقى مرتبط بالمبادئ ويحتفل به شعبنا كل ما عاد. يا شعبنا الشعب العظيم الريادي، لا تترك الوحدة فريسة إلا وغاد، من شانها قاوم جميع الأعادي، وحضرت صدق كل رجعي وحساد. قل للإمامة، قل للإمامة، كل هذا التمادي في القتل والتشريد والظلم ما فات، الشعب رافض حكمكم للطهادي، واليمن ساد على كل زياد. قل للإمامة، كل هذا التمادي في القتل والتشريد والظلم ما فات، الشعب رافض حكمكم للطهادي، وأهل اليمن ساده على كل أسياد، محال نقبل حكمكم الانفرادي، والشعب واحد لن تردوه آحد، فدرالية والشعب فيها القيادي، وإرادته تمضي ولله ما أراد. سلامتكم. والمواد خير شاهد الجنوبي والشمالي، كل من يفدي لن يعود الأمس مهما حاولوا هذا وذي الوطن. قائد العمليات المشتركة، الدفعة التاسعة للضباط، جاهز المرور في هذه الصعراط.
اليوم حتى تقطعت أنفاسهم. اجحفوا عليهم كالطوفان وهاجموهم كالإعصار. قريبا ترفعون رايات النصر في كل مكان فوق الجبال والسهول والتلال. قريبا بإذن الله تكونون. فمهما كتبنا من الكلام أروعه ومن الوصف أجمله فستظل قليلا. من أرض بلقيس هذا اللحن والوتر، من جوها هذه الأنسام والسحر. على اهتمامهم ومتابعتهم المستمرة في دعم وإنجاح الدورات التدريبية والتأهيلية حكومة من إيران على الدولة ومؤسساتها، فإن التحاقنا في هذه الدورة. يطيب لي أن أقف أمامكم باسم هيئة التدريب والتأهيل مرحبا بكم أجمل ترحيب بهذا اليوم العظيم وبهذه المناسبة العظيمة التي تزامنت مع أفراح شعبنا اليمني بذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المجيدة، والتي تغيظ عدونا الوحيد تنظيم ميليشيات الحوثي الإرهابية التي لا تعترف إلا بسلالتها وعنصريتها وانتمائها لإيران ولا تنتمي للشعب اليمني الأصيل. فمهما كتبنا من الكلام أروعه ومن الوصف أجمله فستظل قليلة في حقكم. فقضية مجدكم زرعت في أعماق قلوبنا وستظل زادا لأرواحنا نستقي منها. لن يكون بإذن الله تعالى ثم بجهودكم أيها الأبطال الميامين. امضوا على بركة الله من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لليمن، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة، من أجل إعادة كرامة اليمنيين المنهوبة والمسلوبة من تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية في مناطق سيطرتها. الشكر والتقدير لأولئك الأبطال الذين هم الآن في مواقع الشرف والبطولة في كل أنحاء الجمهورية اليمنية، واقفين وثابتين ثبات الأبطال من أجل اليمن واليمنيين، مبرين بقسمهم الذي أقسموه بأن يكونوا حراساً أمناء لليمن، للثورة، للجمهورية، للوحدة. ثم الشكر لكل من بذل جهد في إعادة تأهيل وتدريب القوات المسلحة اليمنية. شكر لهيئة التدريب وكل العاملين في التدريب ومدير ودائرة التدريب ومديرها المناضل، وكذلك كل الأخوة في كادر التدريب سواء في مناطق في المنطقة العسكرية السادسة أو المنطقة العسكرية السابعة، وكل المدربين والعاملين على التدريب. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.